عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعنا لكم اليوم في روسات جديدة وفي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باش نقدم لكم طريقه نتاع شوربه بارده تصلح في الصيف. ديجا نحنا توا في الصيف، الشوربه هذه تتسمى شوربه البن، فيها برشا طرق يعني. باش نوريكم طريقه من الطرق هذوما. بار اكزومبل عندي هكا ياغورت ناتوريل، وريت لكم الطريقه نتاعو كيفاش يتعمل في الدار المره الاخرى. باش ناخذ كميه معينه هكا ياغورت ناتوريل، كيف ما شفتوا هكا طاو الياغورت هذا باش نحاول نركبه هكا باش يتحل. يعني عباره باش نعمل البن كيف ما وريتكم، نجم تعمل بالمكسور بطريقه البن اللي وريتكم المره الاخرى في الفيديو، نجم نفس الطريقة تعمل ده. كيف ما شفتوا هذية تو الياغورت بتاعنا ركضناه، تحل الياغورت هذية. عندي تو ماء بارد هكا من الفريجيدير باش نصب عليه باش نحاول نحلو يولي جاري البن هذية. شوالي جيري بالقوام هذايا نجمو نزيدو عليه شوية، الاسونسيال يكون الماء من الفريجيدير يعني يكون بارد. كيف ما شفتو توا لهنا عندي هذوما ثلاثة كعبات كيما نقولو نحنا ولد القمرة ولا فقوس ولا خيار، مقصوصين هكا جويدين وتنجم تفرمهم يبدو خشين شوية، تصبهم لهنا مع البن هذايا. ثلاثة كعبات انا حطيت، تنجم تحط اكثر اختياري بالطبيعة. تخلط هكا ديجا كيف ما شفتوه هكا يظهر لك. توا باش نحطو مغرفة صغيرة هكا ملح، عندي زادة هكا ثوم كيما وريت لكم طريقة التصبير نتاعو المرة الأخرى، كيف ما تشوفوه ما تبدلش لونه قاعد كيف ما هو. ناخدو زادة هكا طرف بريسك نص مغرفة هكا، يعني ما يعادل ثلاثة أربع سنات ثوم. نجم تهرسهم بالمهريس، نجم كان عندك مصبر هكا تستعملو، تحطو تخلطو مع البن هذاكا. شفتوا هذا يتخلط هكا. واخر حاجه توا اللي هي النعناع الشايح هذا يلزم تحطه في الشوربه هذيا، مقدار مغرفه صغيره كيف ما تشوفوا، وتحاول تحرك هكا باش يتخلط كله مع بعضه. كيف ما شفتوها شوربه سهله بنينه، سيرتو توا في الصيف تبرد الدم بالداء. كيف ما شفتوها بالطريقه هذه ديجا ولا البن بعد ما ركضتو بالكدا ولا البن. هذه تتسمى شوربه البن لهنا في تركيا، عندها برشا طرق اخرين. هذه طريقه من الطرق، يعني تجيب بالخيار هذايا، فما تجيب بالخضره زاده. كيف ما شفتوها سهله ما فيها شيء. كيف ما شفتوا هذه الشوربه نتاعنا توا حاضره في طبق التقديم، سهله ما فيها شيء، ما تاخذلكش برشا وقت، تقريبا مده خمسة ستة دقائق ما تاخذلكش برشا وقت. سهلة بنينة، تبرد في الصيف، ننصحكم جربوها خاطرها بالحق بنينة. ديجا فيها البن، فيها الثوم، فيها النعناع، يبرد البدن. جربوها ما تندموش. ان شاء الله استفدتوا منها وعجبتكم الروسات هذية. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسات جديدة. في امان الله.